وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الشكر لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي وكل من ساهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المميز. وأكد وزير الأوقاف أن التناغم بين عدد كبير من مؤسسات الدولة قد ساهم في تعظيم قيمة المشروع، حيث لا يوجد أي فاقد على الإطلاق، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة، وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية. متوسط توزيع 15 طن يوميا تقريبا، حجم العمل حجم هائل. يمكن احنا اصلنا ان نكون انا موجود عشان نطمئن بنفسي، رغم الحمد لله ان التقارير والمتابعة اليومية وجودة اللحوم التي تصل، وهذا العام من افضل الاعوام اداء، وربما لان التجربة كل سنة بنضيف لها جديد، من اول وصول اللحوم في المبردات إلى عملية التشفية إلى عملية التعبئة إلى عملية الوزن إلى عملية التجميد، كلها خطوات عملية مدروسة. وهو احنا كلنا بنجتهد أن نصل إلى المستحقين أو الأسر الأولى بالرعاية بأفضل وأجود ما هو موجود. الناس تعمق لديها أهمية المشروع من الناحية الدينية ومن الناحية الوطنية ومن الناحية الإنسانية. فأنا شايف الحقيقة حتى فريق العمل، حتى الشباب اللي بيشتغل من الجزارين، أنا شايف إنه بيشتغل بحب، لأنه حاسس إنه هو يعني بيعمل حاجة لله.